أعضاء يتقاعد غير المجلس البلدي قد قاعد ما الدفع من المواطنين قد قاعد التوي من الحلول وتجي قاعد باش تنتقم زيونة شن حسابك شن جنس سياسي ني غير سياسي ولا إني قوي في شال بديل نغطو هاد الكيماس شن وشان نغطو هاد الكيماس شن الحل وش يسمح ذا يسيوز دغا الشارع وتحمزة ما مش نظرة دي في أي مينة يجن تصريحة ولا يجن قارس الشين يجن ووري الناس أحد أعضاء المعارضة دي المجلس الجماعي البلينصار إذا قاضي الدول وليت أنه إتجاري إنك خدم الخوضة دي تدي الشارع الذي جزي سمت وخدم مريت قبل ردان خواري قلنا رئيس المجلس الجماعي من تختختينيش كل الموضوع نشن 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 كشهود عيان أما نغلع نشهد من يتجي قوميت بالله عمريت ما يفوق 30 تاجيري غاري حسي خطنش لعب الضعيف شكرا رئيس جمعية يعني كواري إذا كشمولين مزي الأمر وكاتب عام النقابة السوق طوح حسي خطن ميمي طوغان غيج اللقاء كسيد العامل ينبي يعني تكسيد الكاتب العام إننا نغنقل حلي توجع فهمت؟ إني غاس قغان غضيني ودان تلا خاس المريج خنا غاك دل حلي توجع رق خصو لا ودينا خس أسني يري الحل وزي ما بقي من دي الشارع نغلا إني ينخزار أسني كشان الحل فهمت؟ بالنسبة إلى عروني إن القوادان يجنا التحدي نشنو تنقابو التحدي قايت سجد خاس نزير كازي خيمي قين غاس رثوا العضو ونتات ما قريب ليتي السوق غير غزة قين غاس رثوا أشي نغ ما يفوق ستة سلو سنة هو ما يفوق ستة ينات بالله خاس نمريج تحفروا تاني ذي الخمار إني قندي نخسي لازم نوزان ثنين يدسان لشان صحابي سلمان قينا غيرين لشان قين سوى الداي فمن نغل وزايدو نعوض قيا الرئيس وتجيبوا يا مانا إني رميثينا باش هذي دافع أصحاب الشارع يعني باش هذي دافع أصحاب مريج يعني هو الواقع معاش انت عايشي فهمنا نغلى دا المسألة السيدة يتقدي الشارع الملك العام يتقدي الشارع راك الحق فهمنا نغلى الملك العام فهمنا نغلى ولا إني قوي في شال بديل نغطو هاد الكيماس شن وشان نغطو هاد الكيماس شن الحل وش يسمح ذا يسيوز دغا الشارع فهمت الأغلبية محرم انتو غاد تقم تجارة ذي السوق داري السوق غدا خير فغن غا الشارع إج الأغلبية غاس من المحل الدا ولاني وفي غن غا الشارع أرمي فين الشغري يعلو الحدود فهمنا نغلا شنو ندافع بوخ الشارع نشتو غادي جا كيغ الشكاية زي كنا زي التجار اللي تقم دي الشارع تبلعني بريدان فهمنا نغلا قاري الشكايات وقت نختي السيد القايد اللي غاسل إحالة السيد الرئيس فهمنا نغلا قاري الشكايات قاري اليومين هذا هو بتحمس اش قطع وسمحي في نظرك شك من يجي عضو المعارضه للمجلس هذه هي ولا ونيتا نظرا لانه مش قاد انه تقريب السوق ويتوارى ويغزى انه الطاسي التجاري دانيتا توخد من مريتش قبل اخ من شغيني غنشين وانا عارف كيف النوايا ولا اني مادام اني ثنيت تبلع الناس اللي راه هو ويتي في ميس غايا في ميس غايا فهمنا غلا النقطه هي جيت شان ستايمان تقيت الدوره شان ستايمان في ظرف 3 سنين احتلال الملك العام شارع عقبه بن نافع شارع موسى بن نصير فهمنا غلا من حقه ودي صغير يخلي حق النص فهمنا غلا انت تداه مزديني غازين الاملاك غازين طاونس خارج غطرنا يدور تقنا مو فهمنا غلا ولا اني خسا خميني غنكشن المساله وندرب واش حد نغني اش مري الدار راهي واني تاكيد ما يبغاش مو نغني يبغاش مو كلشي فهمنا غلا ما راهي الجن فاق الشغل يصور وراه فان وينات فهمنا غلا خلاص من خلاص المسائل القانونيه غير مشى انا ويتي انا سموت ني تجاري ني خطرت قد تاتيك جوج ديال الخضار فين داني تاكي غير شوف هو هذا السوق ذا كسير وعوير وثالث ليس فيه خير وقنا السوق ليس في ابناء مسبحه من المعفن من المرقسير فهمنا غلا من المعصب من المرزن قوا قنا السوق عاود شي قراك تدا دير وسط السوق من قبل السوق فهمنا غلا والرئيس مش حيماني قاري تقرا شنو شغالي تدا قلت بالله الناس طوات يا رئيس يوحر كي تسني وكثا يمنو غي ود المخزن يود يبقى فهمنا يوحر الرئيس والسلطه ذو حر السلطه ذو حر ما يمي بوركي خو البائع المتجول ذو الغاس القيمه البائع المتجول مع العلم ان وني تاكيد تحيات 300000 300000 يتسوق يتصدغ الشارع يتسوديني بدل من باش اسقم الحلس 200000 اللي خطرت 100000 النيع روح قما السوق هذه خدص ومستعد هذه خدص سليطرات كل شيء مش تقن الدول المتقدمه تقن حل الحيوانات ييطا تقن شنو الحلول هنا قضي وذانينا المواطنين ما راه غاس ما راه ليس مش نقرصني الاعضاء يتقاعد غير المجلس البلدي قد قاعد ما الدفع من المواطنين قد قاعد التوي من الحلول وتجي قاعد
باش تنتقم مزيان زيون شغالك شن حسابك شن يجن سياسي ني غير سياسي اكي تحضر المجلس البلدي تسول قبل الصحافه تلقى غير فعر غير فعر والنزمه انا ديك هذيك الحلول هذيك الحل للحل 100 واحد 10 مليون هو ماجور راس الاجر غير ربي سبحانه وتعالى ما راس خدم غير 10 مليون اقش نارس الدن العرضيون العرضيون من يتسد اقش وين موض العرضي وين موض يوز دخي خدم كيدي تو هذاك العرضي للشماره يا ولا مش سخن والنوم يغضوا الضريب الانسا هذه هو غسق والنش غينين سخرق خشين الله على الكذب صحاب بارويت تو عند 15 10000 5000 وني ترقوا واحد نسدرو تي ترقوا واحد 5000 7000 صحاب بارويت تغض تغض تبقى الله بيد هذه فرونتي راه هذه مريتش مره وني ومي غضوا الضريب ولا دير مويه هذه قاعد غسق هذه بقى الله بيد وني مي غضوا الضا دي شان التجاره ني تبغى دير الحرفيين تبغى الحرفيين سيزين وسين دغ السوق تبقى الله بيلا يكسي تنس السوق حتى هو تنس السوق شو سوق بنينصا يحتوى تصل العائله السوق ان بنينصا من غلا لذلك شي نقارصني المسؤولين قبل باش تقيم دي البيرو اتقد القرار هو دغ الشارع هو دغ الشارع هو يد تزاد مني توقع السيور ذكي وذان شخدنا تقد الحل انا تقومي ظل عمري ايدو سيغنيك اني ليش قولي بلا امريتش كي جاني تو يعني تي دارين دي امريتش واه دي امريتش مي ما مش زره دي الايامين ايش العضو ديال المعارضه ديال مجلس الجماعي البلينصار انش انه يتحدى الجميع على اساس انه قوه ديال ديج التجاري ديال تاز كي ديت السوني تقر خضا تو خدم دي امريتش كون لا انت تو خدمو دي امريتش قومي بلا امريتش وتي غداني تقا بلاصه واه يعني شتو خدم دي امريتش تقرص شي اللي ظروفي الظروف المريتش تبلع وفي مين غتقب وسيم تسوب ديالي تا وسيق داغا بلاصه وعلى من غارح وسيق داني يعني هو دار القزو غرو منش هو اني مريتش واقع واقع النهار هاني كيت هو انا قدا النها تقول من بلا مريت نوز داك النهار هاني كيت الفرو في تاع شويه هاني كيت كنت عمص وسيت كي عمص وها خديمه تقول من بلا مريت وسيت خدمه غاني مريتش تو غادي مريتش مي من تسنى قسانيش العضو ديال المعارضه ديال المجلس الجماعي الدري واش ان جاش تحدي الجميع على اساس انه هذا ديش تجاري خدم لي الخضاط لي واخا كاين ويك تسول تو يخدم مريتش تو مريتش يعني طز زي ايدو ميدا نقطه من المجلس بالعمل انتوا انه واخا قش كاك ديال تيج البركه تفسوس باش تسقى الشين زقومي بلا عمريتش وهو في بول بادي لا يمشي انا وليت انا والبادي ما نسقسيخش يجن تبراتني غير يجن رساله السيود ديال المسؤولين غاو من تدي دي المجلس الجماعي بلين صافي ما نسقسيخش والله نسقسيخش ديال نخدم السوق قلنا السوق اللي غنمر مارينو باش غادي تنضاري الزنق باش الشارع هذاك مدام زاد السكان الشرزين وضعها وثمان داك التمدي وين يعني ثاني كذا القرندة تقيم خصو شي هنا خصها خوف بالضبط يعني نهار المسؤولين كانوا قامة ما راه خصها تكسب كسب ولكن كنت داخل البادية ما يمكنش هذا حق بغي يدا استقاق الشيخ حمزة قرأت المعية قرص شنو نقول البادية قوم السلبعة يعني كانوا ملي هازهم خلاصة القول ما راه يعني المطالب نوم تحت غيجن من بعد يجن وهو البديل شتي البديل على حد على حد يعني ما يعزموش حاجتي يعني واحد جي نعم باش البديل السوق تاعهم كل السوق مقارنة بمريتش يبدل الشغل ما يبدلش الشغل ما يبدلش شنو ولا فما ولا كيخوض من المال يمشي للصالح مشان نمشي نقنع من الغناوي وني انت يعني بلا ما يورقز وغلب يطاونس وني انت هو مني انت